رجعنا لحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. أحمد برضو علي معلول بيقترب أن يكون أفضل صانع أهداف في تاريخ النادي الأهلي. عايز أعرف برضو لسه له كام بطولة عشان يكون أكتر محترف حصل على بطولات في تاريخ القلعة الحمراء. علي معلول على بعد 7 أسيست ويعادل الرقم كابتن مصطفى عبده. كابتن مصطفى عبده صنع 86 أسيست مع النادي الأهلي. أوكي. 86 أسيست في 310 مباراة. علي معلول 272 مباراة صنع 79 أسيست. يعني لسه له 7 أسيست بس ويكسر رقم كابتن مصطفى عبده، هيبقى أكتر لاعب صنع أهداف في تاريخ النادي الأهلي. الحاجة التانية معلول وصل للبطولة رقم 18. معلول بقى قائد وأسطورة وبصراحة واحد من الكوادر المهمة جدا مع محمد الشناوي حاليا في النادي الأهلي وعمرو السولية. علي معلول خبرة كبيرة قوي، 5 دوري مصري، 3 كأس مصر، 5 سوبر مصري، 3 دوري أبطال أفريقيا، 2 سوبر أفريقي، و3 برونزية كأس عام للأندية. هو جيلبرتو أخد 21 بطولة مع النادي الأهلي، علي معلول 18. فلسه له 3 بطولات ويعادل رقم جيلبرتو. جيلبرتو أكتر محترف أخد بطولات مع النادي الأهلي، 21 بطولة. أوكي. معلول 18، فهو يعني لسه له 3 بطولات ويعادل رقم جيلبرتو طبعا الأنجولي. يستحق. مارسيل كولر وتقييمك ليه؟ في حاجة تانية ولا ده تصميم معلول اللي هو ال 79 اسيست اللي عملهم، فبيقترب طبعا ان هو يبقى أكثر صانع أهداف في تاريخ النادي الأهلي. أسرع ديليفري في مصر على رأي كابتن أيمن الكاش. ومعلول ملك الحلول كمان. ومعلول ملك الحلول. طيب انا عايز اتكلم في موضوع مارسيل كولر ده يا كابتن اسلام واربطه بكذا حاجه في وجهه نظري يعني ممكن نتعلم منها خلال السنه دي. يعني برضو احنا المفروض في كل سنه نشوف ايه اللي احنا اتعلمناه عشان نحسن من ادائنا في السنه التاليه. انا بشوف مارسيل كولر كان خلال السنه دي يعني عارف ايه، من الفريزر للبوتاجاز ومن البوتاجاز للفريزر، من المايكرويف او المايكرويف للفريزر. الراجل انتقادات قوي وإشادات قوي. طيب الناس لازم تعرف ان الارقام اللي قدامنا دي ومارسيل كولر بكل امانه هو سطر اسمه في تاريخ المدربين الافضل في تاريخ النادي الاهلي بالارقام. بخلاف بقى نتفق نختلف على التاكتكس، نتفق نختلف على اختيارات اللاعبين، نتفق نختلف على سياسته هو، ايا كان في الاخر الناتج العام لهذا الرجل ارقام يعني قوية جدا. وكمان النادي الاهلي هجوميا معاه شرس. النادي الاهلي في مونديال الانديه مع مارسيل كولر لعب 14 مباراه، لعب 7 مباريات، احرز فيهم 14 هدف. بنتكلم على تنافسيه عالميه، مش بنتكلم على منافسه محليه ولا بنتكلم على منافسه قاريه، احنا بنتكلم على منافسه مختلفه، منافسه مع فرق ابطال قارات، وبنتكلم على كمان اسلوب لعب مختلف. فبالتالي مارسيل كولر هو واحد من انجح المدربين اللي جم في تاريخ النادي الاهلي، واشوف حتى ان هو اسمه ياتي مع جوزي. انا بشوف ان احنا عايزين نتعلمه بقى يا كابتن اسلام، عايزين نتعلمه ان مفيش ادنى مشكله خالص ان كل الناس تقول وجهات نظرها طبعا، لكن لازم تعرف حاجه ان المسؤول رؤيته للامر مختلفة تماما. لكن هو ما ينفعش في من المنطق، هل من المنطقي ان انا زي ما انا دايما بسال السؤال ده، هل من المنطقي ان انا اقول ان حتى لو انا ما بشجعش الاهلي، هل من المنطقي ان انا اقول ان مارسيل كولر مدرب فاشل؟ لا طبعا. هل ده منطقي؟ لا طبعا. هل ده يتسكت عليه؟ لا. وحاجه ثانيه كابتن اسلام، ما دي بقى حضرتك، اذا لما بنيجي احنا بنقول ايه؟ بنقول ان احنا النهارده مثلا هنيجي في فتره حصل فيها نتيجه سلبيه. طيب جه وقت الحصاد والنادي الاهلي حقق برونزيه كاس العالم، هتقول ايه؟ هتقول ساعتها انت بتسكت. هنا الناس بتقول لك ايه؟ طب انت كنت بتقول لي او كنت بتشرح لي ان الراجل ده كان انت اصلا كان قاب قوسين او ادنى ان احنا نمشيه. او احنا عايزين، او ما انت بتقول لي عايزينه نمشي. وفجاه الراجل خد تالت عالم. طب انت عايزني دلوقتي احول مشاعري عامل ازاي؟ خلي بالك يا اسلام، اللعب مشاعر الجماهير، الجماهير دايما بيحكمها العاطفه. طبعا. غير اللي في المطبخ، المطبخ بيشوف وبيحس. زي مثلا انا مثلا لما بشوف قناه النادي الاهلي من بره اكيد مليون في الميه حضرتك عندك اوراق وعندك حاجات وعندك امور مختلفه مش متاحه ليا اصلا. انا بحكم على شاشه. صح. حضرتك عندك الارقام وعندك حاجات كتيره جدا اللي بتحكم من خلالها. هو ده بالظبط المدير الفني، هو ده بالظبط مجلس الاداره. فطيب انا عايز اوصل له، عايز اوصل له لما الناس عايزه يعني تقول رايها اكيد طبعا الجمهور عنده المساحه ابدا الراي، بس ما تقعدش تضغط المسؤول ان يروح في سكه
بتاعتك لمجرد انك عايز تثبت وجهه نظرك. لا انت وجهه نظرك مفيش اي مشكله خالص، لكن ما نحولهاش لمحاوله ضغط او فرض راي او فرض اسلوب. انت قول رايك في الاخر، انت لك الحق بقى انك تحاسب المسؤول على قرار. زي ما احنا بنيجي نقول مثلا النهارده انا على المستوى الشخصي ككريم مختلف مثلا مع فيتوريا في بعض اختياراته، بس قبل ما بقول اللي خد الاختلاف بقول ان من حق اي مدير فني انه يختار القائمه اللي هو شايفها هتنجحه، انت شايف احسن. بس انا بقول من وجهه نظري كناقد او كمحلل رياضي، والله لا انا كنت شايف ان الاسم ده افضل من الاسم ده. في الاخر انت اخترت بعد نهايه. انا اقول لك بقى احنا قلنا صح، الله اكبر، قلنا غلط. بعد هنحاسبك، انت هتحاسب. واي واحد بيشتغل الشغلانه في المجال ده هو عارف ان هو كلاعب. ده الطبيعي يا كريم، يعني طبيعي ان انا اقول انا بنتقد اداء فيتوريا او انا بنتقد اداء كولر في ماتش النهارده، اي ماتش يعني اي كلام. لكن مش من الطبيعي ان انا اقول او مش من المنطقي ان انا اقول ان هو فاشل في ظل ان انا خد 5 بطولات. صحيح. وما ينفعش ان انا اجي بعد سنه ونص سنتين وبعد مثلا ما يخسر بطوله اقول له شفته انا كنت صح. انا كنت صح يا عم. صح ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت بتضحك. ايوه ايوه بالظبط. صح ايه؟ الراجل خد من 20 بطوله خد 15. فانت لما يخسر الخمسه تقول ان انت كذا. بص يا كابتن اسلام، انت هنا بقى جبت نقطه هقتلها لك بحث. بعد سنتين خلي بالك ده قاعد يقول كده على ممكن يقول لك الدوري المصري مش مقياس على كوبر. بعد ما وصلنا كاس العالم ولعبنا في كاس العالم ورجعنا مش عارف وصلنا نهائي افريقيا ولعبنا من بلاش يا عم الاهلي عشان ما نبقاش بنتجنى فيعني انت قال لك لا شفته بعد 4 سنين الراجل خدنا كاس عالم وودانا نهائي افريقيا والناس مش عارف شفته وسمعتوا كلامي. لا ولما كولر يكسب كل الماتشات يقول لك اصل الدوري المصري مش مقياس. لا استنى، كل الفرق ضعيفه في افريقيا. النقطه اللي قالها كابتن اسلام دي بقى خطيره جدا. عارف ليه؟ لا لا لا، التقييم، اسلوب التقييم. كيف تقيم في التسعينات يا كابتن اسلام؟ في التسعينات اسلوب التقييم كان بيبقى الناس بتستنى الجورنال تاني يوم الماتش. صح. ما كانش فيه متابعه لحظيه او نقد او تقييم لحظي لان ما كانش فيه الادوات اللي تخليك تقيم لحظه ساعتها. صحيح. دخلنا في عصر الانترنت ودخلنا في عصر الاستوديو التحليلي. صح. بدات الناس تحلل بعد الشوط، يعني بدل ما بنحلل مباراه كامله بنحلل شوط. احنا النهارده بنحلل باللعبه. دقيقه. باللعبه. صح. اللي هو اصلا لعيب الكوره، لعيب الكوره والله العظيم لو حد قاعد له في الملعب وبيقيمه لعبه بلعبه ببساطه هيقلع التيشيرت والله العظيم. سلام عليكم. سلام عليكم يا جماعه. صحيح. انا مش هشتغل الشغلانه دي. فاحنا عايزين نقول يا وش يا جماعه بالراحه، وطبيعي حق اي حد، اي حد بيحب الكوره والله حتى من جمهور الاهلي من غير جمهور الاهلي. طيب. كل جمهور مصر. بس اهم شيء ان انت تقيم اجمالي بعد ما نهايه النتائج كلها ثابت وثلاثات واربعات كتير. كولر ده هنتكلم كمان على رباعيات النادي الاهلي. كولر رباعياته مش رباعيات الخيام. هو رباعيات كولر. رباعيات كولر وثلاثيات ان شاء الله تبقى كمان. مفيش حاجه ثلاثيات مش لاقيها. ده قدامنا الثلاثيات اهي. هو 17 ثلاثيه السنه اللي فاتت. منهم مين؟ يعني نبص مثلا على الاسماء اللي في الثلاثيات: اتحاد جده السعودي، الاسماعيلي، الترجي التونسي، الهلال السوداني، اوكلاند سيتي النيوزيلندي، الزمالك فيهم او الزمالك وبيراميدز. يعني ده في الثلاثيات. انديه كبيره يعني. انديه كبيره اللي اقصد. يعني مش ماتشات اللي هو انا بكلم حضرتك على انديه اللي هي الكبيره انت كاسبها 3. الاربعات بقى هتلاقي فيها الزمالك برضو، فيها المصري، فيها اوراوا الياباني، فيها مودرن فيوتشر، فيها سان جورج الاثيوبي، فيها القطن الكاميروني، فيها المقاولين العرب. يعني لا بصراحه احسن من احسن المدربين النجوم الاهلي بيلعبوا كره هجوميه في الفترة الأخيرة. أنا بشوفه أفضل من موسيماني وأفضل من فايلر وأفضل بصراحة في الكرة الهجومية. بعد ما مشى أنا بقولها بينك وبين نفسك دي. لا أنا من الناس اللي بتحب موسيماني جدا. أنا بقولها صراحة، أنا من الناس اللي بتحبه وبشوف إن موسيماني كان مدرب كبير جدا. هو طبعا مدرب كبير، بس كولر كرته هجومية أفضل من موسيماني. صحيح. بصراحة. صحيح. موسيماني بيعرف يقفل ويدافع وتكتيكيا كويس جدا، بس كولر لا، كولر كرته هجوميا عالي قوي. كمان نتكلم على الرباعيات، الناس بتحب التوثيق بتاع الرباعيات. نجيب بس رباعيات في السي جي 189 رباعيه للاهلي عبر التاريخ. النادي الاهلي يا جماعه كسب 189 رباعيه. 4-0 90 مره، 4-1 59 مره، 4-2 25 مره، 4-3 15 مره. مين اكتر نادي خسر 4 من النادي الاهلي؟ نعم
مين اكتر نادي خسر 4 من الزمالك؟ الزمالك. النادي الزمالك والترسانه اكتر ناديين خسروا 4 من النادي الاهلي 12 مره. 12 مره. الاتحاد السكندري 10، وبعد كده الاتحاد السكندري 10 مرات، المصري 8، الاسماعيلي 6، غزل المحله 6، المنصوره 6، السكه 6. اوكي. فانت بتتكلم يعني احنا بنوثق الحاجات دي لان الرباعيات دي مهمه جدا ان انت تكسب. انا عايز اقول لك بعد 50 سنه الاسماء دي كلها هتتغير، عارف ليه؟ بعد الزمالك. لا مش قصدي يعني اقصد ان في دلوقتي الانديه الجماهيريه بتندثر. كل امانه. قصه ثانيه. طيب وسط الملعب يا كريم ومروان عطيه وديانج وكوكا وامام عاشور والسوليه وقفشه، واعتقد